السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيديو جديد في قناة محمود. النهاردة هنصور فيديو عن الفيلة، بس قبل ما نبتدي في الفيديو متنساش تصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبتدي في الفيديو. يصنف الفيل من الثدييات البرية، يعني اللي بتعيش على الأرض. الفيل من فصيلة الفيليات ورتبة الخرطوميات. مدة حمل عند الفيل هي 645 يوم، وده مدة كبيرة جدا مقارنة ببقية الحيوانات. يوجد حاليا نوعين من الافيال، الفيلة الافريقية والفيلة الاسيوية. تنتشر الفيلة الافريقية في كل انحاء افريقيا، وتنتشر الفيلة الاسيوية في جنوب اسيا فقط. الفيلة هي الخرطوميات الوحيدة المتبقية على قيد الحياة من النوع ده يعني. والحيوانين التانيين اللي هم منقرضين الماموس والصناجات. تعد الفيلة هي اكبر الحيوانات الارضية حاليا. يصل ارتفاع الفيل الى 4 امتار، ويصل وزنها الى 7000 كيلو جرام، يعني 7 طن. الفيلة هي حيوانات عشبة، يعني من اكلات العشب. يسمى صغير الفيل باسم الدغفل. تعدات الفيلة على العيش في مجموعات كبيرة. بس وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو تنساش، لو فيديو عجبك تدوس لايك، تعمل اشتراك على القناة، وتفعل جرس التنبيهات. وهسيب لكم لينك المعلومات في الديسكريبشن. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.